بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. الماسونية أخطبوط العالم. الماسونية هي حركة يهودية سرية إرهابية، هدفها خدمة الأغراض اليهودية العالمية تمهيدا لسيطرة اليهود على جميع أرجاء العالم. الماسونية تدعو إلى الإلحاد والإباحية والفساد، وتتستر تحت شعارات خداعة مثل الحرية والإخاء والمساواة والإنسانية. يا أدعي يا السلم يا سر البلاء، يا أدعي يا السلم يا سر البلاء. الماسونية حيث يدل اسمها بأن من يدخلها يمكن أن يتأهل ويترفع في درجاتها، وفيها 33 درجة. الماسونية كما يتم قبول العضو الجديد الماسونية جو مرعب ومخيف وغريب، حيث يقاد إلى الرئيس معصوب العينين، وما أن يؤدي يمين حفظ السر ويفتح عينيه حتى يفاجأ بسيوف مسلولة حول عنق، ومن حوله غرفة شبه مظلم فيها جماجم بشرية، وكل ذلك لبث المهابة في نفس العضو الجديد. أسئلة للأعضاء الجدد في الماسونية. سؤال: على أي شيء أقسم؟ جواب: على التوحيد. سؤال: هل علمت بكتاب سواه؟ جواب: نعم، هناك إنجيل وقرآن، وهذان لشرذمة خارجة عن الإيمان والبشرية. سؤال: هل تؤمن بهذه الكتب؟ جواب: كلا، أؤمن بالتوراة فقط. سؤال: من ربك؟ جواب: رب إسرائيل والمؤيدين لإسرائيل. إسلامنا فيه المنى، إسلامنا اليقين، كتابنا منارة، رسولنا الأمين. إسلامنا فيه المنى، إسلامنا اليقين، كتابنا منارة، رسولنا الأمين. المنظمات الماسونية السرية: منظمة بلوتو الماسونية، ومنها منظمة أنور شيسيت، ومنها منظمة ثيروي دارست الماسونية. المنظمات الماسونية السرية: الماسونية هي الماسونية الماركسية، البرولي تاري، منظمة الروتري، منظمة الريفوري. ومن الملوك والرؤساء: هيلا سيلاسي إمبراطور أثيوبيا، وجلالة محمد رضا بهلوي إمبراطور إيران، وهنا فاروق الأول ملك مصر السابق، وهنا كوناردج هيلتون اليهودي الماسوني، وهو صاحب فنادق هيلتون الشهيرة والمنتشرة في أكثر مدن العالم، حتى أن الماسونيين يعقدون اجتماعات دورية في هذه الفنادق. عقيدة الماسونية: فإن الماسونيين يكفرون بالله ورسله وكتبه وبكل الغيبية. عقيدة: ويعتبرون ذلك خزعبلات وخرافات. عقيدة: فحقيقة عقيدة الماسونية هي هدم كل المبادئ الإنسانية. ومن يبتغي غير الإسلام دين فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. دور الماسونية في الدول العربية: فأول محفل ماسوني تأسس فيه مكان في مدينة بيروت، واسمه محفل فلسطين. ازداد نشاط المحافل الماسونية في سوريا ولبنان. الماسونية فقد كان لهم في مصر في تلك الفترة موقف سياسي خطير أيدوا فيه الصهيونية تأييدا صريحا. الماسونية وأما دولة الأردن فقد أسس من هاجر إلى عمان من الماسونيين محفلا ماسونيا تابعا للمحفل الأسكتلندي. الماسونية أخطبوط العالم. القسم الماسوني: وإني أرضى بأن تعلق جثتي في محفل ماسوني لأضحى عبرة للداخلين من بعدي. قسم: ثم قسم تحرق ويذر رمادها في الهواء. فما حكم الإسلام في الماسونية؟ اعتبار الماسونية من أخطر المنظمات الهدامة على الإسلام والمسلمين، وأن من ينتسب إليها على علم بحقيقتها وأهدافها فهو كافر بالإسلام مجانب لأهله. إسلامنا حضارة، إسلامنا عطاء، إسلامنا أخوة، إسلامنا فداء. سيف على رقابهم، سيف على الظلام، سيف على شرورهم، سيف على الأصنام، سيف على رقابهم، سيف على مؤسسة صهيون اليرموك تقدم. الماسونية أخطبوط العالم. محاضرة لفضيلة الشيخ ممدوح الحربي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أحييكم إخواني في الله بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته
أن يجمعنا في الآخرة في جنته بجوار الحبيب الخليل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، آمين. ونتكلم هذا اليوم أحبابي في الله عن الماسونية أخطبوط العالم، وحديثنا سيكون بإذن الله تعالى تحت العناصر التالية: التعريف بالماسونية ونشأة الماسونية، ثم أشهر الشخصيات الماسونية، ونتكلم كذلك عن الهيكل الهرمي التنظيمي للماسونية العالمية ومنظمات الماسونية السرية، ثم القسم الماسوني ومنهج الماسونية في اصطياد فرائسها ومخططات الماسونية العالمية، ثم عقيدة الماسونية وموقف الماسونية من النصرانية، ثم نتكلم عن دخول الماسونية في البلاد العربية والمحافل الماسونية، وأخيرا نتكلم عن حكم الإسلام في الماسونية العالمية. فنقول بالله التوفيق والسداد: الماسونية هي حركة يهودية سرية إرهابية هدفها خدمة الأغراض اليهودية العالمية، وذلك في تدمير الأديان وتمزيق الشعوب تمهيدا لسيطرة اليهود على جميع أرجاء العالم، وذلك لتحقيق تعاليم توراة اليهود وتلمودهم وأحلام كهنتهم الحاقدة. وهذا ما أكده الحاخام إيمانويل روبينوفيتش في اللقاء الخاص لمجلس الطوارئ للحاخامات الأوروبية، والذي عقد في مدينة بودابست في 12 آذار لعام 1952 للميلاد، حيث قال: لن تكون هناك أديان بعد اليوم، ويجب علينا الحفاظ على شعائرنا وتقاليدنا اليهودية، وذلك من أجل الحفاظ على تميز طائفتنا اليهودية. انتهى كلام الماسوني إيمانويل روبينوفيتش. وهناك من عرف الماسونية بأنها منظمة يهودية سرية هدامة إرهابية غامضة محكمة التنظيم، تهدف إلى ضمان سيطرة اليهود على العالم، وتدعو إلى الإلحاد والإباحية والفساد، وتتستر تحت شعارات خداعة مثل الحرية والإخاء والمساواة والإنسانية. وجل أعضائها من الشخصيات المرموقة في العالم من الرؤساء والملوك والأمراء والتجار والأعيان، ويقيمون ما يسمى بالمحافل للتجمع والتخطيط والتكليف بالمهام تمهيدا لتأسيس جمهورية يهودية عالمية كما يعتقدون. أما التعريف اللغوي للماسونية فهي مركبة من كلمتين فرنسيتين، الأولى فارتك أي ألباني، والثانية ماسون أي الصادق، ولهذا فهم يلقبون بالبنائين الصادقين أو البنائين الأحرار. أما عن نشأة الماسونية فالبعض يقول أن المؤسس الأول للماسونية هو هيرودوس الثاني الذي كان واليا على القدس لدولة الرومان، وقد أسس في القدس بالاشتراك مع مستشاريه اليهوديين وهما أحرام أليبود ومؤاب لافي، جمعية سرية باسم القوة الخفية، وكان هدفها مقاومة دعوة المسيح عليه السلام، لأنه أي المسيح كان يبشر بزوال هيكل سليمان حتى لا يبقى فيه حجر يلامس الآخر. يقول شاهين مكاريوس وهو رئيس المحفل الماسوني في مدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية، يقول هذا الماسوني: الماسونية أكبر الجمعيات وأغناها وأشهرها، ولعلها أقدمها أيضا، وقد ذهب الناس في قدمها مذاهب مختلفة، فبعضهم قال إنها أنشئت في هيكل سليمان، وبعضهم ردها إلى كهنة المصريين، وآخرون إلى كهنة الهنود، ويزعم غيرهم أن مؤسسها الحقيقي لا يزال مجهولا، ولا يبعد عن التصديق أن العالم لم يخلو من جمعية سرية منذ نشأته، ويغلب على الظن أن منشأ هذه الجمعية كان في روميا سنة 17 قبل الميلاد. انتهى كلام هذا الماسوني شاهين مكاريوس. أما إذا أردنا أن نتكلم إخواني في الله عن أشهر الشخصيات الماسونية، فأولهم رجل اسمه ميرابو، الذي كان أحد مشاهير قادة الثورة الفرنسية، ثم جاء بعده مازيني الإيطالي، ثم الجنرال الأمريكي ألبرت مايك،
الذي فصل من الجيش الأمريكي لارتكابه فضائع وحشية تحت شعار الأعمال الحربية، ونجحت الماسونية في استغلال حقده وغضبه على الشعوب لخدمتها، حتى أصبح المشرف الأول على الماسونية في العالم والمخطط لها في تنفيذ برامجها ووضع الخطط التدميرية للماسونية في العالم، حيث استقر إلبرت مايك في مقر هادئ بمدينة صغيرة في أمريكا وهي ما تسمى بليتل روك، واعتكف قرابة 12 سنة وهو يدرس دراسة مستفيضة عن المخططات المستقبلية للماسونية في العالم، وعندها خرج بمخططه الرهيب الذي يسمى بمخطط بايك العالمي، ويشتمل على الآتي: أولا، إعادة تنظيم المحافل الماسونية في جميع أنحاء العالم. ثانيا، تأسيس 3 مجالس مركزية عليا، مقرها الأول في بلدة تشارلستون في الولايات المتحدة الأمريكية، والثاني في مدينة روما بإيطاليا، والثالث في مدينة برلين بألمانيا. ثالثا، تأسيس 20 مجلس تحت إشراف المجالس العليا الخاضعة بدورها للمحفل الأعلى الماسوني، ويختص كل مركز بمنطقة معينة بحيث تغطي كل المناطق الهامة في الكرة الأرضية. جاء بعد ذلك رجل اسمه ليون بلوم، وهو فرنسي الذي كان مكلفا بنشر الإباحية في العالم، حيث أصدر كتابا بعنوان الزواج لم يعرف أفحش منها عياذا بالله تعالى. ثم جاء بعد ذلك رجل اسمه كوديرلوس اليهودي، صاحب كتاب العلاقات الخطرة ولاف أردج، وهو الذي أعلن في مؤتمر الماسونية عام 1865 للميلاد في مدينة أليتش في جموع من الطلبة الألمان والأسبان والروس والإنجليز والفرنسيين قائلا: يجب أن يتغلب الإنسان على الإله وأن يعلن الحرب عليه وأن يخرق السماوات ويمزقها كالأوراق عياذا بالله تعالى. ثم جاء بعد ذلك الماسوني ماتسيني جوزيني وجان جاك روسو وفولتير في فرنسا وجورج زيدان في مصر وكارل ماركس وإنجلز في روسيا، والأخيران كان من ماسوني الدرجة 31 ومن منتسبي المحفل الإنجليزي ومن الذين أداروا الماسونية السرية في العالم، وبتدبيرهما صدر البيان الشيوعي المشهور. وكذلك من الماسونيين إخواني في الله أدم وايزهاويت الذي كان أستاذ لعلم اللاهوت في جامعة إنفولدشتات الألمانية، حيث ارتد عن الديانة النصرانية وتقمص الإلحاد، فاتصل به على الفور كبار الماسونيين في ألمانيا وكلفوه بمراجعة بروتوكولات حكماء صهيون القديمة وإعادة تنظيمها وتخطيطها على أسس حديثة عصرية. أما الشخصيات البارزة من الأعيان والملوك والأمراء الذين انضموا تحت الماسونية العالمية، فيذكر مؤلف دائرة المعارف الماسونية المصورة تحت عنوان ملوك الشرق يعتنقون الماسونية المثالية ما نصه منذ 25 من كانون الثاني سنة 1948 للميلاد، وأصحاب الجلالة ملوك الشرقين الأوسط والأدنى يؤيدون الماسونية ويعتنقون طريقتها المثالية، ومنهم جلالة هيلا سيلاسي إمبراطور أثيوبيا وجلالة محمد رضا بهلوي إمبراطور إيران وغيرهما من الملوك ورؤساء الجمهوريات والأمراء ورؤساء الحكومات، إلى أن قال: وقد قرر المؤتمر السابع بالأمس في 25/4/1952 للميلاد منح صولجان السلطة حسب النص الدستوري لحضرة صاحب الشوكة العظمى القطب الأعظم حنا بك أبي راشد عميد الطرق الماسونية المثالية مدى الحياة، وذلك باحتفال كبير تحت رعاية صاحب الجلالة فاروق الأول ملك مصر السابق. واليوم قد توجت الماسونية المثالية برعاية صاحب الجلالة الملك حسين المعظم بموجب الكتاب الرسمي الذي ورد إلى دار الأحرار المثاليين في الحازمية بطريقة رسمية من الديوان الملكي الهاشمي، وهذا نصه: حضرة السيد حنا أبي راشد المحترم، تلقيت ببالغ السرور والتقدير كتابكم الكريم المؤرخ في 4 من الشهر السادس لعام 1957 للميلاد،
فشكرت لكم أعظم الشكر نبيل عواطفكم وصادق مشاعركم وأمانيكم، وإني إذ أتقبل بالغبطة وبالابتهاج قراركم الأمثل بمنحي أسمى درجات الماسونية الأخيرة ووضع رسمي في صدر المجلس السامي المثالي العالمي، ليطيب لي أن أعرب لكم عن عميق شكري وخالص امتناني وتقديري مع أطيب التمنيات لكم بدوام النجاح في خدمة المثل السامية التي تقصدون تحقيقها والمبادئ الرفيعة التي تدأبون على نشرها لخير البشر وهداية الإنسانية. حفظ الله ذاتكم الرفيعة وأيدكم بالصحة والسعادة. والسؤدد الملك حسين بن طلال حرر هذا المرسوم في 23 تموز 1957 للميلاد، وفي 25 كانون الأول عام 1957 صدر مرسوم الرئيس الأعظم للماسونية بتأليف وتأميم المحفل الأكبر المثالي للمملكة الأردنية الهاشمية والمنادات بدولة بهجة تلهوني أستاذا أعظم له تحت رعاية جلالة الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ومقره الرئيسي عمان، وذلك كما دون في السجل العام للطرق الماسونية المثالية العالمية في تاريخ 2 شباط 1958 للميلاد. أما عملية تكريس الملك حسين إخواني في الله فقد جرت في 17 من شهر آيار 1959 للميلاد على ما جاء في كتاب البنائين لحنين قطيني الذي قام هو نفسه بعملية التكريس، وقد جاء في الصفحة 27 من الكتاب ما يلي: جرى تكريس جلالته في حفلة خاصة، وكان لتكريسه ضجة عالمية كبرى، وقد قام بالتكريس الأخ الكلي الاحترام الأستاذ حنين قطيني الذي سبق وكرس جده المغفور له الملك عبد الله بن الحسين مؤسس المملكة الأردنية الهاشمية، وأن بعض ما كتب في صدد هذا التكريس ما نشرته مجلة العاصمة في العدد 74 و75 الصادر في تشرين الثاني عام 1959، وقد ترجم هذا المقال إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والأسبانية، ونشرته المجلات الماسونية الأمريكية في نشراتها الدورية، وكانت حفلة تكريس جلالته غاية في الأبهة، حضرها رفض من كبار الماسون العالميين، كما تولى إجراء عملية التكريس حسب طقوس الطريقة الإيكوسية القديمة مكرس الملوك والأمراء والرؤساء الأخ الكلي الاحترام الأستاذ حنين قطيني، وقد سلمت لجلالته الدرجات الماسونية الرفيعة ونودي به أخا عزيزا وراعيا للماسونية وأستاذ أعظم شرقي، هذه درجة، وأستاذ أعظم شرقي للمحفل اللبناني للأقطار العربية، وقد كان لتكريم جلالته رنة فرح في البلاد العربية، ورحب العالم أجمع أجمل ترحيب بانضمام أخ كبير إلى البناية الماسونية وهو صاحب الجلالة الملك حسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، ليلتقي مع إخوانه ملوك ورؤساء العالم في مختلف الميادين. انتهى إخواني في الله من كتاب البنائين لحنين قطيني، والآن ننتقل إلى الهيكل الهرمي التنظيمي للماسونية. فيتكون الهيكل الهرمي التنظيمي العام للماسونية من 3 مراحل هرمية: المرحلة الأولى الماسونية الابتدائية الرمزية، والمرحلة الثانية الماسونية الملوكية، والمرحلة الثالثة والأخيرة هي الماسونية الكونية. ونتكلم عن المرحلة الأولى وهي الماسونية الابتدائية الرمزية، حيث يدل اسمها بأن من يدخلها يمكن أن يتأهل ويترفع في درجاتها، وفيها 33 درجة، وهذا يعني أن العضو الماسوني يبدأ من الدرجة الأولى حتى الدرجة 33، وإذا وصل إلى هذه الدرجة يسمى بالأستاذ الأعظم. والماسونية في هذه المرحلة تسعى إلى ضم رؤساء الدول ورؤساء الوزارات وكبار الشخصيات التي بيدها الحل والربط في كل بلد، حتى تضمن حمايتهم لها وتسهيل مآربهم وأغراضهم وحمايتهم عند الضرورة إذا كشف أمر. إضافة إلى أن العضو الماسوني يعطى شهادة انتساب وعضوية يعتمدها الأستاذ الأعظم أو السكرتير الأعظم الحائز على الدرجة 33، وتكون هذه الشهادة مؤرخة بالتاريخ اليهودي
وتنقسم هذه الدرجات 33 إلى 4 أقسام بحسب الألوان، وهي على النحو التالي: من 1 إلى 3 تسمى الماسونية الزرقاء، ومن 4 إلى 18 تسمى الماسونية الحمراء، ومن 9 إلى 30 تسمى الماسونية السوداء. والعضو الماسوني في هذه الدرجات يتقلب بين الألقاب التالية: المختار، المختار العظيم، الكاهن الماسوني، فارس الشمس، فارس السيف، الصليب الوردي، الجد العظيم. كما يتم قبول العضو الجديد في الماسونية في جو مرعب ومخيف وغريب، حيث يقاد إلى الرئيس معصوب العينين، وما أن يؤدي يمين حفظ السر ويفتح عينيه حتى يفاجأ بسيوف مسلولة حول عنقه، وبين يديه كتاب العهد القديم، ومن حوله غرفة شبه مظلمة فيها جماجم بشرية وأدوات هندسية مصنوعة من الخشب، وكل ذلك لبث المهابة في نفس العضو الجديد. وقد بلغ عدد الماسونيين قبل عقدين من الزمان حوالي 6 ملايين ماسوني منتشرين في أنحاء العالم، منهم 4 ملايين ماسوني في الولايات المتحدة الأمريكية، ومليون ماسوني في دولة بريطانيا وحدها، ومليون ماسوني في باقي دول العالم بما في ذلك البلاد العربية والكيان الإسرائيلي الصهيوني. أما المرحلة الثانية من مراحل التنظيم الماسوني فهي الماسونية المتوسطة أو الماسونية الملوكية، وهي تمثل مرتبة عليا في عضوية المحفل الماسوني، وهذا اللقب لا يحصل عليه إلا اليهودي، إلا أنهم رأوا أخيرا ومن باب التضليل والخديعة أن يقبلوا فيها عددا محدودا من غير اليهود، بشرط أن يكونوا قد قدموا خدمات جليلة للمحافل الماسونية العالمية. وأخيرا تأتي المرحلة الثالثة في التنظيم الهرمي الماسوني، وهي الماسونية الكونية الحمراء، وتكون محصورة عادة في محفل واحد لا غير، مكون من 12 عضوا، وهؤلاء جميعهم منتخبون من كبار حاخامات اليهود وكهنتهم وزعمائهم. وهذه الفرقة إخواني في الله غارقة في التخفي والغموض حتى لا يعرف نشاطها ولا نظامها أحد، وهم الذين صاغوا بروتوكولات حكماء صهيون، وذلك إبان المؤتمر الصهيوني العالمي الأول الذي عقد في بال عام 1897 للميلاد. وهذه الفرقة الماسونية هي أعلى الطبقات، والعجيب أن هذه الفرقة ليس لها إلا محفل واحد فقط في مدينة نيويورك، وفيه أكبر وأغنى جالية يهودية، وهم الذين يديرون الحركة الاقتصادية والسياسية، ولا يعرف أحد مقرها إلا الأعضاء فقط. وبالطبع فإن أصحاب هذه الطبقة فوق جميع الأباطرة والملوك والرؤساء، لأنهم يتحكمون فيهم، وكل زعماء الصهيونية هم من الماسونية الكونية الحمراء كهرتزل، وهم الذين يخططون في داخل العالم لصالح الشعب اليهودي. أما إذا أردنا أن نتكلم أحبابي في الله عن منظمات الماسونية السرية الهدامة، فيأتي في مقدمتها منظمة بلوتو الماسونية، وأفراد هذه المنظمة السرية هم من أصحاب المليارات وأصحاب الملايين من اليهود، الذين يتحكمون في الحياة التجارية والاقتصادية لكثير من دول العالم، فملياراتهم وملايينهم هي التي تسير الحياة التجارية العالمية، وخصوصا في الدول الأوروبية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. كما أن هذه المنظمة الماسونية تتحكم في تسيير البنوك الصناعية الضخمة في أوروبا، ومن البارزين في هذه المنظمة اليهودي يعقوب شيف، وهو من يهود مدينة نيويورك، وبيريلا بيرون اليهودي الأمريكي الذي يمتلك أكثر من 446 مصنعا للسلاح. المنظمة الثانية للماسونية هي منظمة أنور شيست، ومهمة هذه المنظمة هدم وإبادة الدول التي تعادي الماسونية اليهودية الصهيونية بشتى الوسائل. وقد قامت هذه المنظمة بإثارة مذبحة في 31 آذار عام 1908 للميلاد في مدينة إسطنبول، والتي ذهب ضحيتها أكثر من 68 ألف من المسلمين الأتراك الأبرياء، ومن أشهر الذين اشتركوا في هذه المذبحة الماسوني الإيطالي إيمانويل كاراسو، والماسوني التركي متر سالم، والماسوني التركي جاويد،
وكلهم من اليهود. ومن أعمال هذه المنظمة أحبابي في الله تدبيرهم لحرب البلقان التي وقعت من عام 1912 إلى عام 1914 للميلاد، وكذلك إثارة الحرب العالمية الأولى التي قتل فيها أكثر من 8 ملايين وترك ما يزيد على 16 مليون من البشر بين مشرد ومصاب ومشوه. أما المنظمة الثالثة هي منظمة تيروي درست الماسونية، ومهمة هذه المنظمة هو القيام باغتيالات عالمية تكون نتيجتها في غالب الأحيان وقوع حروب أو حوادث عالمية. ومن أخطر الأعمال التي قامت بها هذه المنظمة اغتيال ولي عهد النمسا الأمير فيرديناند الذي اغتاله ماسوني من هذه المنظمة واسمه برجنيب، وقد دفعت جمعية الأخوة اليهودية لهذا الشخص مبلغ وقدره 16,000 دولار لتنفيذ هذه المهمة القذرة. ومن أعمالها أيضا الانقلاب الدموي الذي قام به الماسوني اليهودي بيلاكون، والذي نتج عنه قتل 85,000 شخص من دولة المجر، وبقي في الحكم حوالي 6 أشهر ثم تنحى عن الحكم. ومن أعمالها أيضا اغتيال رئيس وزراء دولة إيران عام 1949 للميلاد الجنرال علي رازامارا. ومن أعضاء هذه المنظمة الماسونية رفيق كوريلتان التركي الذي شغل منصب رئيس المجلس التركي في البرلمان التركي، وهو المسؤول عن مذبحة دبلي باش التي وقعت في قونيا عام 1920 للميلاد، وذهب ضحيتها أكثر من 3,500 شخص بينهم النساء والأطفال، حيث نكل هذا الماسوني الخبيث بجثثهم، وهو أيضا الذي رتب فاجعة مدينة مانيمان التركية في عام 1930 للميلاد، والتي ذهب ضحيتها حوالي 25,000 شخص من المعلمين والشيوخ والعلماء والمتدينين. المنظمة الرابعة الماسونية هي الماسونية الماركسية، وقد أثرت هذه المنظمة على دول أوروبا منذ عام 1856 للميلاد، وكان أثرها كبير جدا بين طبقة العمال والكادحين. وهذه المنظمة هي التي تنظم الإضرابات والاضطرابات العمالية في جميع أنحاء العالم. ومن الجدير بالذكر أن خالد بكداش الشيوعي السوري هو من أعضاء هذه المنظمة، إضافة إلى أن من أعضائها أيضا الشيوعي التركي المشهور ناظم حكمة. المنظمة الخامسة هي منظمة البروليتاريا، وهي من الماركسية إلا أن مهمتها تختلف نوعا ما عن مهمة الماركسية. وهذه المنظمة تقوم بتقديم المساعدة للماركسيين، ومهمتها احتلال المراكز الرئيسية في منظمات العمال وتوجيه الحركات العمالية خفية نحو الأهداف الماسونية اليهودية عن طريق ادعاء المحافظة على مصالح العمال وإنقاذهم من سطوة الرأسماليين الغربيين. ومن أهم أعضاء هذه المنظمة آرام بانارياس الذي انتدبته جمعية بونابرت اليهودية وأرسلته إلى مدينة سولانيك في عام 1915 للميلاد، ومعه أكثر من 3 مليون دولار، حيث أثر على عدد كبير من الناس في دول البلقان. المنظمة السادسة من منظمات الماسونية هي منظمة الروتري التي تأسست في عام 1904 للميلاد في شيكاغو، ولها فروع في أكثر بلاد العالم، ومن أشهر أعضائها أورخان لتان التركي، كذلك من أعضائها أيضا كوناردج هيلتون اليهودي الماسوني، وهو صاحب فنادق هيلتون الشهيرة والمنتشرة في أكثر مدن العالم، ومهمة فنادقه هي السيطرة على اقتصاد البلاد التي توجد فيها والعمل على نشر المبادئ الماسونية، حتى أن الماسونيين يعقدون اجتماعات دورية في هذه الفنادق. وينتسب إلى هذه المنظمة أغنياء من الدرجة الثانية، وبعضهم ممن يسيطر على البنوك والمحلات والمراكز التجارية، وخاصة من الإنجليز. ومن المنتسبين لهذه المنظمة من الماسونية جمهرة لا بأس بها من لوردات البرلمان الإنجليزي، وقد لعب هؤلاء دورا هاما في عملية ضرب الاقتصاد المصري عام 1956 للميلاد على إثر تأميم قناة السويس المصرية. المنظمة السابعة من منظمات الماسونية هي منظمة الريفوريم،
وينتسب إلى هذه المنظمة الماسونية الصحفيون والمؤلفون والكتاب والطلبة الجامعيون. ومؤسس هذه الفرقة هو مارتن لوثر اليهودي الذي ادعى أنه اعتنق النصرانية وأقام في الفاتيكان عدة سنوات، ثم ترجم الإنجيل إلى اللغة الألمانية وأعلن حربا شعواء على الكنيسة هناك. وممن كان ينتسب لهذه المنظمة الماسونية أمان الله خان ملك أفغانستان السابق، وعلي رضا بهلوي إمبراطور إيران السابق، ومنهم أيضا عثمان نور جيرمان ممثل المنظمة في تركيا وصاحب جريدة الريفورم في الأديان، ومنهم أيضا أمين ياليمان صاحب جريدة وطن التركية الواسعة الانتشار والتي تصدر في مدينة إسطنبول. وسوف أفصل بإذن الله تعالى عن انتشار وتغلغل اليهود في الدول والمنظمات والإذاعات العالمية في شريط مستقل بعنوان اليهود وراء كل جريمة. ننتقل الآن إخواني في الله إلى القسم الماسوني. فالذي يريد أن ينتسب إلى هذا المحفل الشيطاني اليهودي لا بد وأن يؤدي القسم أو اليمين المتبع للتنظيم الماسوني. ولكن قبل أداء القسم يدخل العضو في غرفة مظلمة وتعصب عيني العضو بعصابة سوداء بيانا لوجوب الانصياع الأعمى للقيادة ودون روية أو تفكير، ثم يقسم فيقول: أقسم بشرفي بلا مواربة أن أحافظ على قسمي هذا، وأتودد إلى أخوتي وأعضاء محفلي وأساعدهم وأعاونهم على احتياجاتهم، وأواظب على الحضور في جلسات المحفل بقدر استطاعتي، وأحافظ على طاعة قانون المحفل الأكبر، وإن حنثت في يميني أكون مستحقا لقطع عنقي واستئصال لساني وإلقاء جثتي لطيور السماء ولحيتان البحر، وإني أرضى بأن تعلق جثتي في محفل ماسوني لأضحى عبرة للداخلين من بعدي، ثم تحرق ويذر رمادها في الهواء. انتهى لفظ هذا القسم. الماسونية 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 أخطبوط العالم أخطبوط العالم. وهناك نص آخر في محفل آخر يقول: إني أقسم بمهندس العالم الأعظم أني لا أفشي أسرار الماسونية ولا علاماتها ولا ملامساتها ولا أقوالها ولا تعاليمها ولا عاداتها، وإني أصونها مكنة في صدري إلى الأبد. ثم إني أعد وأقسم باسم مهندس الكون بأني لا أخون عهد الجمعية وأسرارها لا بالإشارة ولا بالكلام ولا بالحركات. انتهى نص القسم الماسوني. أما إذا وصل العضو الماسوني إلى الدرجة 33 من درجات الماسونية وقبل أن يمنح لقب الأستاذية العظمى، لا بد أن يجيب على أسئلة أثناء قسمه على التوعد. ومن هذه الأسئلة التي يسأل عنها أمام رئيس المحفل وجميع الأعضاء التالي: سؤال: على أي شيء أقسمت؟ الجواب: على التوعد. سؤال: هل علمت بكتاب سواه؟ جواب: نعم، هناك إنجيل وقرآن، وهذان لشرذمة خارجة عن الإيمان والبشرية آمنت بالمسيح ومحمد العدوين اللدودين لعقيدتنا. سؤال: هل تؤمن بهذه الكتب؟ الجواب: كلا، أؤمن بالتوراة فقط، الكتاب الصحيح الذي أنزل على موسى. سؤال: ما رأيك في الدينين المسيحي والإسلامي؟ الجواب: المسيحي أخذ تعاليمه من التوراة، والإسلام أخذ تعاليمه من التوراة والإنجيل. سؤال: هل الأصل أفضل أم الفرع؟ الجواب: لا شك أن الأصل أفضل. طبعا بعد الانتهاء من هذه الأسئلة يرفع أحد الماسونيين الستار ليرى الطالب خلفه تمثالين يعلو رأسيهما عمامتان سوداوتان ويسدلان لحيتين كبيرتين، فيشير رئيس المحفل إلى أحدهما مخاطبا العضو الماسوني سائلا: من هذا؟ فيجيب ذلك العضو: هذا موسى. فيسأل: من هذا؟ فيجيب: هذا هارون. فيسأل: هل تؤمن بسواهما؟ فيقول: كلا. ثم يقول له المسؤول: إذن عليك أن تلعن سواهما وهما اللذان جاء بعدهما. ثم يجيب ويقول: نعم، ألعنهما وأمقتهما وأكرر اللعنات وأقبل قدمي موسى وهارون. وبعد أن ينفذ الأمر بتقبيل قدمي تمثال موسى وهارون، يسأل هذا السؤال: من ربك؟ فيجيب: رب إسرائيل والمؤيدين لإسرائيل. وعندها يهنئ رئيس المحفل العضو الماسوني ويقف
ليرتدي الوشاح الخاص بهذه الدرجة، وهي الدرجة 33 من درجات الماسونية الخبيثة. أما إذا أردنا أن نتكلم أحبابي في الله عن منهج الماسونية في اصطياد فرائسها، فإنهم يبدأون دائما عملهم بإنشاء نوادي عامة ومراكز خدمة للبيئة، يعلنون أن الهدف منها هو مساعدة المحتاجين، وقد ينشئون هذه المراكز تحت أسماء براقة، منها جمعية البناؤون الأحرار أو جمعية التسلح الخلقي، ثم يقومون بعد ذلك باصطياد الأعضاء من علية القوم وكبرائهم وأصحاب المال والجاه والسلطان، ولا بد أن يكون الأعضاء من غير المتمسكين بدينهم طبعا، ومن غير الملتزمين بالقيم والمبادئ الأخلاقية، وحينما يتأكدون من هذه المواصفات يرشحونه للانضمام إلى هذه المراكز. ولذلك لا تجد أبدا ضمن أعضاء هذه النوادي عاملا أو صانعا أو فقيرا أو فلاحا، إذ لا بد أن يكون من أصحاب الوجاهة والأموال الطائلة. ولهذا يقول عظماء وكبراء الماسونيين: إننا لا نستطيع أن نبلغ غايتنا إلا بواسطة الأعيان والأمراء، هم تذكرة المرور، فضموهم إلى الماسونية وإياكم أن تكشفوا لهم غايتنا، انتهى. وهكذا يقومون بضم الأعداد الكثيرة من المشاهير من أصحاب المراكز العظمى في المجتمعات، ويوضع هؤلاء في الدرجات الأولى من درجات الماسونية التي لا يرى فيها إلا الحفلات والرحلات ومظاهر الإخاء الإنساني. ومهمة هؤلاء أن يضمنوا إبعاد الشبهات عن هذه المنظمة من جانب، وأن ينخدع بهم آخرون فيتقدمون للانضمام لهذه المنظمة من جانب آخر. ومن ناحية ثانية يستفيدون بهم في تسيير مصالحهم في المجتمع، ولذلك نلاحظ أن الماسونيين البارزين لهم مكانة في أغلب دول العالم، حيث تفتح لهم جميع الأبواب ويسكنون أرقى الفنادق ويؤجرون أفخم الشقق. وكذلك إخواني في الله، يحاول اليهود أن يجمعوا الناس حول هذه المنظمة مستغلين عدة أمور، منها جهل معظم الناس بالأهداف الحقيقية للماسونية اليهودية، واستغلال عاطفة حب الظهور عند بعض المشاهير فيدعونهم لإلقاء الخطب الرنانة، ثم ينعمون عليهم بالألقاب وأوصاف الشهرة حتى تقع الفريسة بين أيديهم. أما إذا أردنا أن نتكلم إخواني في الله عن وسائل الماسونية، فإن من أهم الوسائل والمخططات التي تسلكها الماسونية في تحقيق أهدافها ما يلي: أولا، تجنيد الشباب في كل العالم لخدمة مصالح اليهود، وذلك بتوفير أسباب اللهو والعبث لهم والانغماس في الشهوات من خلال نشاطات الجمعيات الرياضية والموسيقية، واستغلال وسائل النشر والإعلام ودور اللهو والخمر ونشر المخدرات وبيوت الدعارة والرذيلة. ثانيا، الدخول في الأحزاب السياسية لتسيير الاتجاهات السياسية في العالم حسب المصالح اليهودية، أو على الأقل لتضمن عدم مقاومتها لليهود أو اعتراض مصالحهم. ثالثا، تأسيس وتشجيع النظريات والاتجاهات والجمعيات التي تنادي بالحرية، لأنها أسرع وسيلة لنشر الفوضى الخلقية وهدم البناء الأسري والعائلي لجميع الأمم على وجه الأرض. رابعا، تأسيس وتشجيع النظريات والاتجاهات والجمعيات التي تساعد على تقويض البناء الاقتصادي العالمي، سواء كانت هذه المؤسسات رأسمالية ربوية أم اشتراكية شيوعية. وخامسا، جذب أكبر عدد ممكن من الأتباع والعامة للانتماء للمحافل الماسونية، والوقوع في شباكها، خاصة أولئك النفعيين الذين يحبون الكراسي والتسلط وتكثيف العمل في أوساط المفكرين والأدباء من ذوي الميول الفوضوية، وكذلك أصحاب التأثير القوي في مجتمعاتهم من كبار الساسة والوزراء والتجار ورجال الصحافة والفن ونحوهم. والآن إخواني في الله ننتقل إلى عقيدة الماسونية. فحقيقة عقيدة الماسونية هي هدم كل المبادئ الإنسانية ونشر الدمار والخراب والفتن، وبهذا استعملوا جميع أنواع الخديعة والكذب حتى يصلوا إلى أهدافهم الشيطانية. ومن معتقداتهم المؤصلة في نفوسهم تدمير جميع الحكومات الشرعية وتقويض الأديان السماوية،
وتقسيم غير اليهود إلى معسكرات متنابذة تتصارع فيما بينها، إضافة إلى تسليح هذه المعسكرات بكل وسائل الدمار وأسلحة الفك، كذلك بث سموم الشقاق والنزاع داخل البلد الواحد وتمزيقه إلى فئات وطوائف متناحرة وإشاعة الحقد والبغضاء فيه حتى تتقوى كل دعائمه الأخلاقية والدينية والمادية. كذلك فإن الماسونيين يكفرون بالله ورسله وكتبه وبكل الغيبيات، ويعتبرون ذلك خزعبلات وخرافات، ويؤمنون بإباحة الجنس واستعمال المرأة كوسيلة للسيطرة بالذات مع الملوك والساسة وكبار التجار. وإذا تململ الشخص أو عارض في شيء تدبر له فضيحة كبرى وقد يكون مصيره القتل، وكل شخص استفاد منه ولم تعد لهم به حاجة يعملون على التخلص منه بأي وسيلة ممكنة ومتاحة. وكذلك فهم يسعون دائما للعمل على السيطرة على رؤساء الدول لضمان تنفيذ أهدافهم التدميرية، والسيطرة كذلك على الشخصيات البارزة في مختلف الاختصاصات لتكون أعمالهم متكاملة، والسيطرة على أجهزة الدعاية والصحافة والنشر والإعلام واستخدامها كسلاح فتاك شديد الفعالية، إضافة إلى السيطرة على المنظمات الدولية بترأسها من قبل أحد الماسونيين كمنظمة الأمم المتحدة ومنظمات التربية والعلوم والثقافة ومنظمات الأرصاد الدولية ومنظمات الطلبة والشباب والشابات في العالم وغيرها من المنظمات ذات التأثير القوي في العالم. والآن نتكلم إخواني في الله عن موقف الماسونية من الديانة النصرانية، فأقول أحبابي في الله إن الماسونية اليهودية تحارب الدين النصراني أشد المحاربة. وإذا رجعنا إلى التاريخ القديم وجدنا أن اليهود لهم نفوذ في العالم وسيطرة على ملوك الرومان، حيث قاموا ببث السموم على الشعب الروماني ضد دعوة المسيح عليه السلام، وأخذوا يلاحقون النصارى في كل مكان، فلا تجد ساحة من ساحات الرومان إلا والمشانق أو الصلبان معلقا عليها رجال النصارى. وقد جاء في النشرة الماسونية الفرنسية الصادرة في عام 1848 للميلاد ما نصه: الطائفة الماسونية ليست فقط لا تقبل النصرانية ولكنها تثير حربا عليها، انتهى. وقد قال أحد زعماء الماسونية الفرنسية ما نصه: لن يرتاح الماسون حتى يحولوا جميع الكنائس والمسيحية إلى هياكل للحرية. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف دخلت الماسونية إلى البلاد العربية؟ وأول هذه البلاد أحبابي في الله هي جمهورية مصر العربية، حيث جاء في تقرير لمركز الدراسات العربية في لندن أنه كان في معية نابليون خلال حملته على مصر في نهاية القرن 18 عدد من الماسونيين بينهم الجنرال كليبر، فأسسوا في عام 1978 للميلاد أول محفل ماسوني باسم محفل إيزيس، وقد كان تابعا للشرق الأعظم الفرنسي ومقره في مدينة القاهرة. بعد ذلك كثرت المحافل وضمت عددا من الشخصيات الرسمية، فعندما تأسس محفل الأهرام في مصر انضم إليهم كثير من الشخصيات الرسمية من بينهم الأمير عبد الحليم ابن محمد علي باشا. ولما دخلت المحافل الإنجليزية إلى مصر استقطبت كثيرا من ضباط الجيش، ويعتبر جمال الدين الأفغاني من أهم الشخصيات التي انتمت إلى الماسونية في مصر، وكان انتماؤه إليها هو الذي جعل منه شخصية سياسية لها وزنها في المجتمع المصري، حيث فتحت له الصحف منابرها وتمكن من أن يكون ناطقا شبه رسمي باسم الشعب المصري في تلك الفترة. كما توصلت الماسونية في مصر إلى استقطاب الحاكم نفسه عندما عين الخديوي توفيق رئيس شرف للمحفل الأكبر الوطني المصري الماسوني. وعلى الرغم من ادعاء الماسونيين أنهم لا يتدخلون في الشؤون السياسية، فقد كان لهم في مصر في تلك الفترة موقف سياسي خطير أيدوا فيه الصهيونية تأييدا صريحا، فقد وجهت الهيئة العاملة للمحفل الأكبر الوطني المصري الماسوني في ذلك الوقت نداء إلى المحافل الماسونية في فلسطين وإلى عموم الأهالي فيها، تبنت فيه وجهة النظر الصهيونية التي تزعم أنها جاءت إلى فلسطين لتعميرها ونشر الرفاهية والثقافة فيها، وطالبت الناس إلى التسليم
بالأمر الواقع والاستسلام له. وأما دولة سوريا ودولة لبنان فأول محفل ماسوني تأسس فيهما كان في عام 1862 للميلاد في مدينة بيروت، واسمه محفل فلسطين، ثم توالى تأسيس المحافل الأخرى التي دخلها عدد من أعيان البلاد المواطنين والأجانب. وبعد الحرب العالمية الأولى ازداد نشاط المحافل الماسونية في سوريا ولبنان، وكانت تمارس نشاطا سياسيا مباشرا كان يظهر فيه النفوذ الفرنسي واضحا وجليا. وأما دولة الأردن فقد أسس من هاجر إلى عمان من الماسونيين محفلا ماسونيا تابعا للمحفل الأسكتلندي، ولتبرير براءة هؤلاء من موقف الصهيونية والمحافل الماسونية الإسرائيلية على أرض فلسطين قاموا بإصدار بيان قالوا فيه إن العرب لا يجوز لهم أن يخرجوا من الماسونية ويتركوا الصهيونية حرة تعمل فيها ما تشاء، وإن من واجبهم الديني والقومي أن لا يتركوا هذا الميدان خاليا من صوت العرب الداوي حتى لا ينفرد الصهاينة في بث دعاياتهم المضللة فيه بشتى وسائل الإغراء والنفوذ، انتهى قولهم. ومن وراء هذه الحجة إخواني في الله قرر الماسونيون الأردنيون والفلسطينيون بتأسيس منظمة خاصة بهم سموها الحركة الماسونية العربية، هدفها التعاون مع المحافل الماسونية المتعاطفة معهم في مختلف أنحاء العالم من أجل إنصاف عرب فلسطين وإطلاع العالم على مأساة اللاجئين كما يزعمون. إلا أن مفتي دولة الأردن رحمة الله عليه في ذلك الوقت أصدر فتوى طويلة بيّن فيها موقف الشرع من تلك المنظمات اليهودية الخبيثة. أما أول المحافل الماسونية التي تأسست في الدول الغربية هي بإشراف محفل بريطانيا الأعظم، وهي كالتالي: أول محفل ماسوني في باريس تأسس في عام 1732 للميلاد، وأول محفل ماسوني في جبل طارق تأسس في عام 1728 للميلاد، وأول محفل ماسوني في دولة ألمانيا تأسس في عام 1733 للميلاد، وأول محفل ماسوني في البرتغال تأسس عام 1735 للميلاد. أما في هولندا فتأسس أول محفل ماسوني في عام 1745 للميلاد، وفي سويسرا تأسس عام 1740، وفي الدنمارك تأسس أول محفل ماسوني في عام 1745، وفي دولة إيطاليا تأسس أول محفل ماسوني في عام 1763 للميلاد. أما البلجيك ففي عام 1765، وفي دولة روسيا تأسس أول محفل ماسوني عام 1771 للميلاد، وفي دولة السويد تأسس أول محفل ماسوني في عام 1773 للميلاد، وفي دولة الهند فقد تأسس أول محفل ماسوني في عام 1752 للميلاد. وكذلك تأسست إخواني في الله محافل ماسونية رسمية في الولايات المتحدة الأمريكية ابتداء من عام 1733 للميلاد في بوسطن وفي نيويورك وفي أهم المدن الأمريكية، ولم يأتي عام 1907 للميلاد حتى كان عدد المحافل العظمى في أمريكا وحدها يزيد على 50 محفل يتبعها آلاف المحافل العادية المنتشرة في أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية، وينخرط في عضويتها أكثر من 1,000,000 أمريكي. أما إذا انتقلنا أحبابي في الله إلى رموز وشعارات الماسونية، فمن هذه الشعارات وهذه الرموز المثلث والفرجار والمسطرة والمقص والرافعة والنجمة الخماسية، إضافة إلى الأرقام 3 و5 و7، وهي رموز وطقوس تساعد على اكتشاف النور كما يعتقد الماسونيون. والوحدة الأساسية في التنظيمات الماسونية هي المحفل، ويحق لكل 7 ماسونيين أن يشكلوا محفلا، والمحفل يمكن أن يضم 50 عضوا، وتعقد المحافل اجتماعا دوريا كل 15 يوما يحضره المتدربون والعرفاء والمعلمون. أما ذوي الرتب الأعلى فيجتمعون على حدة، ويفترض في المشاركين في الاجتماع أن يقبلوا ويأتوا بلباس معين، فهم يضعون في أيديهم قفازات بيضاء ويزينون صدورهم بشريط عريض ويربطون على خصورهم مآزر صغيرة، وقد يرتدون ثوبا أسودا طويلا أو بزة قاتمة اللون بحسب تقاليد محفلهم، وهي تقاليد غاية في التعقيد والتنوع.
ويفوق عدد الماسونيين في أمريكا الآن عددهم في أي بلد آخر، وتأتي بريطانيا في الدرجة الثانية. ففي مدينة اليهود الأولى نيويورك وحدها حوالي 1000 محفل ماسوني، يضم 350,000 ماسوني، فكيف بباقي المدن الأمريكية؟ وقد كان الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية هاري ترومان ماسونيا أعظم، يحمل الدرجة 33، وهو الذي اعترف بالكيان الصهيوني باسم الولايات المتحدة الأمريكية بعد 10 دقائق من قيام إسرائيل على أرض فلسطين. ومن الرؤساء السابقين أيضا ليندون جونسون وريتشارد نيكسون، كان من غلاة الماسونيين وكان لهما دور علني واضح في دعم إسرائيل سياسيا وعسكريا. أما دولة بريطانيا فقد صدر في بداية عام 1984 للميلاد كتاب جديد يكشف معلومات غير عادية عن نشاط الماسونية في المملكة المتحدة البريطانية. وقد قامت دار النشر والتي تسمى بنيو إنجليش لايبرري بتكليف الباحث ستيفن نايت بتأليف كتاب عن الماسونية، كشف فيه بأن المحافل الماسونية في إنجلترا تضم أكثر من 750,000 عضو ماسوني موزعين على 7,945 محفلاً، منها 1,687 محفلاً في لندن فقط. وقد كانوا يتمتعون بمراكز ووظائف حساسة جداً في أجهزة الدولة، وأن من بين 52 قائداً لإدارة الشرطة البريطانية يوجد 38 ماسونياً. ويذكر المؤلف ستيفن نايت أنه التقى بكل ضباط الشرطة وسألهم عما إذا كانوا أعضاء في الماسونية، إلا أنهم رفضوا الإجابة ما عدا أحدهم الذي قال إن معظم زملائي ومن هم أعلى رتبة مني أعضاء في المحافل الماسونية، وأنهم لم يحصلوا على ترقياتهم ورتبهم بحسب كفاءاتهم وإنما بسبب انضمامهم للمحافل الماسونية. انتهى كلامه. وكذلك فإن العديد من أعضاء الأسرة المالكة البريطانية هم أعضاء في الماسونية، وأن الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية قد تكرس في الماسونية رغما عنه وبناء على رغبة عمه الملك جورج السادس الماسوني، والذي كان يحمل حقيبة تحتوي على أسرار الماسونية ولا يسمح لزوجته بفتحها، وكان ذلك سبب كراهية زوجته للماسونية المقتصرة في عضويتها على الرجال. وهناك نسبة كبيرة من رجال الأعمال الذين يديرون مصالح بريطانيا الاقتصادية في مدينة لندن هم أعضاء في الماسونية، فمن بين كل 10 مهندسين يوجد 9 ماسونيين. وبدون هذه العضوية الماسونية يصعب على أي مهندس الحصول على عمل، والأمر ذاته في المجال القضائي والقانوني على مستوى المحامين والقضاة. ويعتقد أن هناك 60 عضوا ماسونيا في مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني. كما تحتفظ الحركة الماسونية في مقر القيادة العالمية للحركة الماسونية في لندن بملفات سرية في محفل رقم 1623 الموجود في شارع أفينيو، وتحتوي هذه الملفات على مجموعة من الأسماء الماسونية التي انتسبت إلى الماسونية والتي توصلت إلى مراكز حساسة في الحكومة البريطانية فيما بعد. ننتقل الآن إخواني في الله إلى حكم الإسلام في الماسونية. فقد أصدر المجمع الفقهي قرارا في شأن الماسونية في مؤتمره المنعقد في عام 1398 للهجرة الموافق لعام 1978 للميلاد، وهذا نص القرار: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. نظر المجمع الفقهي في دورته الأولى المنعقدة في مكة المكرمة في العاشر من شعبان 1398 للهجرة الموافق للخامس عشر من الشهر السابع لعام 1978 للميلاد في قضية الماسونية والمنتسبين إليها وحكم الشريعة الإسلامية في ذلك. وقد قام أعضاء المجمع بدراسة وافية عن هذه المنظمة الخطيرة، وطالع ما كتب عنها من قديم وجديد وما نشر من وثائقها نفسها فيما كتبه ونشره أعضاؤها وبعض أقطابها من مؤلفات ومن مقالات في المجلات التي تنطق باسمها، إلى أن قال هذا البيان: وقد تبين للمجمع بصورة واضحة العلاقة الوثيقة للماسونية باليهودية الصهيونية العالمية، وبذلك استطاعت أن تسيطر على نشاطات كثير من المسؤولين في البلاد العربية وغيرها في موضوع قضية فلسطين
وتحول بينهم وبين كثير من واجباتهم في هذه القضية المصيرية العظمى لمصلحة اليهود والصهيونية العالمية. لذلك ولكثير من المعلومات الأخرى التفصيلية عن نشاط الماسونية وخطورتها العظمى وتلبيساتها الخبيثة وأهدافها الماكرة، يقرر المجمع الفقهي اعتبار الماسونية من أخطر المنظمات الهدامة على الإسلام والمسلمين، وأن من ينتسب إليها على علم بحقيقتها وأهدافها فهو كافر بالإسلام مجانب لأهله والله ولي التوفيق. انتهى نص قرار المجمع الفقهي الإسلامي. الرئيس عبد الله بن حميد، نائب الرئيس محمد علي الحركان، الأعضاء عبد العزيز بن عبد الله بن باز ومحمد بن عبد الله السبيل ومصطفى الزرقاء وعبد القدوس الهاشمي الندوي ومحمد محمود الصواف وصالح ابن عثيمين ومحمد رشيد قباني ومحمد رشيدي وأبو بكر جومي رحمة الله عليهم. كما أصدر علماء الأزهر في 25 شعبان لعام 1405 للهجرة الموافق للخامس عشر من شهر مايو لعام 1985 الميلاد فتوى بعنوان بيان للمسلمين من لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بشأن الماسونية والأندية التابعة لها مثل الروتري والليونز، جاء فيه: فإن الإسلام والمسلمين يحاربهم الأعداء العديدون بكل الأسلحة المادية والأدبية، يريدون بذلك الكيد للإسلام والمسلمين، ولكن الله ناصرهم ومعزهم، قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد. ومن بين هذه الوسائل التي يحاربون بها الإسلام وسيلة الأندية التي ينشئونها باسم الإخاء والإنسانية، ولهم غاياتهم وأهدافهم الخفية وراء ذلك، وأن من بين هذه الأندية الماسونية والمؤسسات التابعة لها مثل الليونز والروتري، وهما من أخطر المنظمات الهدامة التي يسيطر عليها اليهود والصهيونية، يبتغون بذلك السيطرة على العالم عن طريق القضاء على الأديان وإشاعة الفوضى الأخلاقية وتخير أبناء البلاد للتجسس على أوطانهم باسم الإنسانية. ولذلك يحرم على المسلمين أن ينتسبوا لأندية هذا شأنها، وواجب المسلم أن لا يكون إمعة وراء كل داع ونادي، بل واجبه أن يمتثل لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يقول: لا يكن أحدكم إمعة يقول أنا مع الناس، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. وواجب المسلم أن يكون يقظا حتى لا يغرر به، فللمسلمين أنديتهم الخاصة بهم والتي لها مقاصدها وغاياتها العلنية، فليس في الإسلام ما نخشاه ولا ما نخفيه، والله أعلم. انتهى فتوى الأزهر، وعليه ختم لجنة الفتوى بالأزهر رئيس لجنة الفتوى الشيخ عبد الله المشد. هذا أحبتي في الله، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى مع ديانات وفرق جديدة، وأسأل الله عز وجل بجوده وكرمه ومنه وإحسانه أن يحفظ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم واحفظ أهلهم وأموالهم ودينهم وذراريهم وكل ما لم يكون. اللهم كل أهل السنة في كل مكان، اللهم عليك باليهود وعليك بالنصارى وعليك بالعلمانيين وعليك بالشيوعيين وعليك بالشيعة والصوفية وكل فرق الضلال يا واسع الجود والكرم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.